تخسر. تفضل سعدي. واحد متكيف وراقد في السبيطار، حطوا له مغذي وفيتامينات في السيروم، بدا يحل في عين ويسكر في عين، قالوا له شبيك؟ قال لهم بديت نشارجي. حلو. واحد دخل التواليت ونحى الباب جمله، علاش؟ شو يطبطب عليه حد؟ لا باش ما يطلوش عليه من النقبه بتاع الباب. برافو رمزي، نكت فوق نكت عصر حياتك. سيد مخرج نكت ما يفهمش اللي جيت. تفضل سعدي. طياره مرض البيلوت متاعها وهي في الهواء، خرجت المضايفه وقتلها مشكون ينجم يسوق الطياره؟ واحد اسمه تهامي قال لهم ناس سوق الطياره. دخل سي تهامي اللي ظهر اللي هو سكران وقعد في بلاصه البيلوت، لقاها خيوط وفلس ما فهم شيء، شد الميكرو وقال لهم التهامي يتمنى لكم جنات تجري من تحت يا نهار. برافو سعدي رمزي. ثم واحد غني حلم بروحه يفرغ في الفلوس، حلف لعاد يرقد. برافو رمزي. واصل رمزي. واحد كذاب 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 شيء غريب يا ولدي ومتكيف، قال صاحبه تعرف مرة ضربني الضو يا خويا، خرجت تصويرتي في الفاتورة. برافو سعد. حلو. ابعد على ستيل رمزي. برافو سعد. يلا رمزي. قال لك فما زوز ستيلوات، واحد غزر الاخر قال له انت فاتر؟ قال له لا انا صايم. برافو رمزي. وش يقعد هكا يجي سفيان؟ هذا تعذيب راه. والله يجي سفيان قال كل موت، قال ما مدين كل مرحيم. يعني تضحك تخسر ولا الجنه والنار؟ الحمد لله. واحد مهبول هرب من السبيطار ودبر خدمه عند حجام، ليك ليون الاول اللي قعد خزر له المهبول وقال له حاجتك بنك اليمين، الراجل جاوبه يفدلك بعدها، قال له لا لا يا اخي المهبول قصها ورميها البر. بعد زيد قال له وذنك اليسار اليسار حاجتك بها؟ قال له راجلي حاجتي بها. يا اخي المهبول قصها وما ادير. برافو رمزي. واحد عمل السونوري نتاعو اذان، كل ما واحد يعمل له ابيل يمشي يصلي. واحد سكران دقت عليه كهربة الزبلة، حشاكم قالوا له خويا عندكم زبلة؟ قال لهم لحظة اسأل مرته. قالت له ايه عنا؟ رجع لها محل الباب وقال لهم يرحم والديك مسيبون عنا زبلة وسكر الباب. يلا بيه. قال لك واحد تعارك هو مرته، قال لها والله اني خارج باش نقتل روحي، بعد رجع رجع قالت له شبيك مش قلت باش نقتل روحي؟ قال لها شتي تصب. خاف مش نبي تروحوا ما خاف مش يلا سعدي. والله بليل هذه اساليب قاعده ما ضحكتوا حتى انه واحد موسيو سفيان. واحد متكيف تعرف على واحده في الفيسبوك، قالت له ابعث لي تصويرتك. قال هاني في بروفيلي تصويرتي. قالت له هيك حط تصويره كهرباء. هي قال حل الباب تلقاني قاعد. برافو سعدي. برافو سعدي. يلا رمزي. فما واحد مهبول مهبول على الاخر، تلموه ما يصدقوا حد، طلبوه باش يحلف برحمته. يلا سعدي. واحد مهبول قال لامه شوف لي امي، شوف لي واحده عندها كهرباء ودار وفلوس حتى كتبدا كبيره ما يسيرش. قالت له وليدي كان القاها تونا خوها البوك وتصرف علينا العائله الكل. يلا قصيتوها. اي والعشره اللي بيناتكم كل واحد از خمسه يتكيفها وحده. اي 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 يا ربزي مدرسه جديده. ربزي بكره في الويكاند في مستمعين ربي ساكن والله. نمالا نحب نقول لكم ما تنساوش الحاجات الباهيه اللي عملتهم انا معكم سفيان راهو عيط لي نكت. يعني كانوا في اجتهدت برشا في ديوان ما تنساوهاش الحكايه. تفضل سعد. نمالا جاوها ضيوف حبت تفرح بهم، حلت الكليماتيزور يا اخي طاروا طير من الكليماتيزور. نشرت صورة حبيبها السابق فقال لها حبيبها الحالي شكون هذا؟ قالت له خويا الكبير. قال ما تهبلنيش هذا خويا انا. يا ربي عندي ما نقول لك. محشش محشش ضرب 200 واحد بالكهرباء نتاعو. يسال فيه البوليس قال بربي كيف صار الاكسيدون؟ قال انا سيد البوليس كنت ماشي سهيت زدت في الفيتيس، على اليمين فما عرس وعلى اليسار فما واحد واقف، كان جيت في بلاستي. قالوا سيد العاول شكون تضرب؟ قالوا البوليس اكيد اللي واقف وحده. قالوا المحش ما هو ذاك ايش حبيت نعمل غير الرجل هرب ودخل العرس رصاصي نخلط عليه. برافو سعدي. فوري يلا زوز مهبلة نكتة سعدي. زوز مهبلة يحكيهم بعضهم. قالوا يا اخي الفلوس تبدل؟ قالوا ايه جاوب قول ما لما تدخلش عليها راهي تحشم.
تبدل سعد تبدل في دمشق مع سعد واحد 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 احول قالوا له شنو تتمنى يعني كان يسمع فينا مطار قطر فتشوا سفيني نجم يكون عنده ممنوعات رجعوا عام نهير حبس ورجعوا يلا سعد واحد احول قالوا له شنو تتمنى قال لهم نتمنى نشوف واحد يمشي وحده زيد نكتة أخرى سعدي في سعدي كان نكتة أخرى والله يبيه والله هاي نكتة أخرى عليه رمزي ايه. اسمعني آخر واحد عندي ايه. آخر واحد تره رمزي بعد سعدي يلا نكمل في واحد لقى كعبة يغرت وفات الدات متاحة اخي مشى دلس الدات وكلها سعدي سعدي في سعدي فتاة رأت رجلا بين الأشجار فسألت هل أنت الفارس الملثم قال لها لا بعد لحظات رأته خلف الصخور فسألته هل أنت الفارس الملثم قال لها لا بعد حين رأته بجانب النهر فسألته هل أنت الفارس الملثم فقال لا يا ابني عمي خليني نعمل بيبي لك مش يبا نقفوني يلا حمدي بشي قدم لنا فلاش نيوز الستة فلاش بور أمين نرجع لكم في ساعة ثانية والحمد لله ما فيهاش نكت من ديما ديما لاباس